عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على عايز طارق وسليم ونايا ونوه وجودي فورا عايز اتكلم معاهم قبل ما ينزلوا حاضر اي اوامر تانية؟ لا شكرا بس. مالك يا نايا؟ يا نايا فين؟ جات خدت شنطتها وحاجاتها ومشت من غير حتى ما تقول بوي. بقول لك يا نهى، حصل بينك وبينها حاجة؟ مش فاهمة، زي إيه يعني؟ ألو؟ أيوة إنجي. حاضر دغري هنكون عندك. مش هنتأخر يا إنجي، يلا سلام. مستر كريم عايزنا عنده في المكتب حالا. طب وبالنسبة لنايا؟ يا جماعه هنروح له دلوقتي عشان نناقش معاه تفاصيل المشروع بعد ما تيجي نبقى نقول لها على اللي حصل يلا بينا صباح الخير وي تمام يا زين ان شاء الله يا زين ما تفرق انا لسه نايم هي جت ورجعت خرجت تاني خرجت راحت فين يعني؟ ما اعتقدش انها هتتاخر شكلها ما بيقولش كده يا فندم بصراحه امال شكلها بيقول ايه؟ معرفش كانت متوتره شويه كان حد سمعها كلمتين ضايقوها او استفزها يا انجي خير يا فندم شوفي لي الانسه نايا راحت فين؟ حاضر يا فندم انا بقول يا فندم ان احنا نبتدي الاجتماع دلوقتي بدل ما نضيع وقت طارق نعرف الاول هي فين وبعدين نبقى نبتدي الاجتماع Thank you.
الو ايوه عم شلبي، بقول لك ايه، نايه معاك في العربيه؟ اوكي يا عم شلبي، يلا سلام، باي باي. الأنسة نايا ما بتردش على التليفون، وسألت عم شلبي قال لي إنها ما ركبتش معاه العربية وقالت له إن مشوارها مش بعيد. ده معناه يا فندم إنها مش هتأخر زي ما أنا قلت، أنا كنت حاسس بكده برضه. لا بس ده ملوش أي علاقة إن هي ما تردش على التليفون بتاعها. اسمعني كويس، في حد فيكم قال لها كلمة تضايقها؟ حد قال لها حاجة كده ولا كده؟ ما أنا عارف اللي ممكن يحصل من ورا ظهري في الشركة. ما تردوا. بتهيألي يا فندم الوحيدة اللي تقدر ترد على السؤال ده تبقى نهى. جري يا سليم؟ من بدري كده وانت عمال بتلقح كلام وانا سكتالك. ايه؟ قلقان عليها قوي، روح دور عليها. يمكن تكون تايهه. ايه انا صوتك عالي ليه؟ ده اللي اسمعك ما يقولش ان انت مهندسه ولا حتى ليك علاقه بالهندسه. اتفضلوا يا جماعه، كل واحد على مكتبه، اتفضلوا. يعني نبتدي ننفذ يا فندم؟ ازاي نبتدي ننفذ من غير صاحبه المشروع؟ يا جماعه احنا هنستنى شويه، اتفضلوا. نهى استنى عايزك. طبعا اكيد انت صدقت سليم وعايز تحقق معايا دلوقتي. دي اللي جرالك يا بنت الناس، انا عمري في حياتي ما شفتك كده. عادي بتغير زي ما كل حاجه في الدنيا بتتغير. ما كبري بقى دماغك يا بنت الناس وتعقلي كده. انت انسانه طيبه وموهوبه وناجحه في شغلك. وانت عايزني اكون انسانه طيبه ازاي؟ وانت خليتني احس ان انا فاشله وماليش اي لازمه. ده مين بقى اللي قال كده؟ الكلام ده مش مظبوط. الحكايه وما فيها ان التصميمات اللي مقدماها هنايا هي الانسب للمشروع، ممكن يكون التصميمات اللي انت مقدماها انسب بس المشاريع تانية. فين بقى المشكله؟ المشكله اللي انت بتبتدي معاها نفس اللي ابتديته معايا بالظبط. مش فاهم. ناس شافوك امبارح وانت داخل معاها الريستوران. كنت مبسوط قوي يا كريم، ومش بس كده، ده انت في اخر ليله غنيت لها كمان. تمام كده الرساله وصلت، يعني اصحابك شافوني وانا سهران معاها فجم قالوا لك، فانت طبعا فقدتي اعصابك واول ما قابلتيها واجهتيها بالحقيقه المره، مش ده اللي حصل؟ انت عارف كويس انا بحبك قد ايه، ومش هقدر انا اشوفك مع واحده ثانيه ولا هستحمل ده. وبناء عليه طبعا، وبما انها غريبه عن البلد وما تعرفش حد هنا، والمفروض انت كنت اول واحده تقفي معاها، ما تحسسيهاش ان هي غريبه وحيده في البلد. لكن طبعا لا، لازم ترص لها كلمتين النسوان اللي يخلوها تلف حوالين نفسها. بمنتهى البساطه انسحبت واعتبرت نفسها مطروده. ويا عالم بقى، يا عالم البنت فين دلوقتي؟ المصحات بسويسرا من اهم المصحات الموجوده بالعالم. بس انا ما بدي ابعتها على سويسرا وتبعد عني اكثر واكثر. هيدي امي بديها تضلها حقدي. يعني معقول انت بدك اياها تبقى بهذا المصحن معفن؟ المهم تضلها قريبه مني. لا يا انا بالمناسبه ابدا ماني مرتاح لروحاتك وجياتك لعندها. بصراحه يعني. اذا متضايق من روحاتي وما جيتي جيبها لعندي. بدك اياها تجي تعيش عنا؟ هذا الطبيعي لا؟ ايه مظبوط نايا، بس يعني اذا امك بدها تعيش عنا يعني بدها تاخذك مني، وانا ما بحب حدا يليكي عني الحقيقة. منجيب لحدا يهتم فيها. يعني انت بدك نضيف عنصر اضافي على عائلتنا؟
بدك حدا غريب يعيش معنا؟ أنا بحب نبقى لوحدنا نايا، يعني ما بحب حدا يتدخل بحياتنا ولا يخرب علينا خصوصيتنا. بس يا عاصم إذا بدك تبعتها على سويسرا يعني بالنوادر لحتى أقدر أشوفها. مين قال لك هيك؟ ما نحنا كل سنة بنعمل جولة بأوروبا وبكل بساطة بنمرق لعندها بتشوفيها وبتطمني عليها وبتشبعي منها. معقولة حبيبتي نتركها هيك لوحدها؟ ناطيب ناطيب، هذا الأكل بيطير يسلم والدين. إمتى طلعت بهالفكرة؟ ما المهم إمتى طلعت فيها، المهم إني بلشت فيها وإن شاء الله خلال شهر بتكون هناك. بدون ما تخبرني؟ حبيبتي ما بدي أشغلك بالك بهذا الموضوع. سيدة أمي، والمفروض أعرف بكل شيء بتعلق بمصيره. لا يا نايا حبيبتي، يعني أنت عندك شك بزوجك اللي بيحبك اللي أنت حبيبة قلبه يحط أمك بمكان غير لائق؟ هذا المصح من أهم المصحات بالعالم. يعني أنا ما بدي أقول قديش يعني عيب الواحد يحكي، بس أنت فينك ما تسميه مصح، هذا من أهم المنتجعات اللي بيزوروه أغنى أغنياء العالم. بصراحة يا مدام نايا ما بعرف شو بدي أقول لك، لأنه مسيو عاصم منبهنا نختصر عدد الزيارات اللي عم بتزورينا فيها. غريب ما قال لي. لأنه خايف عليكي، بيعرفك قديشك حنونة على الست الوالدة. بصراحة أنا ما بلومه، إذا كل مرة من هون بدك تظهري مريضة وتقعدي بالفرش ثلاثة أيام من كتر زعلك على أمي، هيدي مشكلة كبيرة. كل قد إيه فيني زوره؟ كل أسبوعين مرة. منيح؟ السفر ما بتسمح. جينا مرة تانية. نايا ما بدي أوصيك. على التليفون ما بتردي. والباب ما بتفتحي لحدا. بتأجلي لي كل مشاويرك لأرجع. حبيبي. وبس إجي بدي أشوفك عم تستنيني بكل سحرك. بالحرير الأسود. الفستان اللي جبت لك إياه. ممنوع حدا يشوفك لابستي. العطر لما بشموا عليك بجنن. هاي فادي كيفك؟ بكرة الساعة 9 الصبح موعدنا. اي سافر هلا. We'll be right back.
انت اكيد ما نسيت شيء؟ ما تعطوا الهم، كل شيء تمام. ماما من يوم ورايح ما بقى في خوف ولا في قلق. رح تسافري لعند خالتي فادي على الاسكندريه ورح تهتم فيكي، وانا برجع بلحقك وبنعيش مع بعض. بعرف بعرف يا حبيبتي. فادي رح يوصلك لجوا البيت، ما تعتلي هم. وينه فادي؟ يا حبيب قلب خالته. أنا هون خالتي، أنا هون. حبيبي، هذا بغلاوتك يا نايا، اشتقت لك يا عمري. أنا كمان اشتقت لك. أنت حبيب قلب خالتك. وأنت حبيبتي نجاة. حملتك أنت وصغير، وهلأ رح تحملني أنا وكبير. هي الحياة هيك، مرة دورك ومرة دوري. حبيبي يلا ماما، لازم نتحرك وإلا بتلحقوا الطيارة. إيه بس بالأول بدي ودع أصحابي. طيب ودع أصحابك. حبيبتي شو بك؟ ما في لزوم بقى تاخدها على سويسرا. مين هي؟ ولا في لزوم بقى تدفع مبالغ لحتى تأمن لها حياة حلوة؟ تحت التراب كل الناس مثل بعض. بتحكي عن أمك؟ خلص راحت. يعني انه ليش ما خبرتيني؟ يعني كنت تركت شغلي وجيت. انا ما عرفت غير من بعد ما دفنوها. دفنوها من غير ما تكوني؟ انت نبهتني ما درت على التليفون. اتصلوا كثير. بعد ما فقدوا الامل تصرفوا منهم لوحدهم. كيف عرفتي بعدين؟ مسؤولة من المسرحية اللي اجت خبرتني. بعرف انه انت نبهتني ما افتح الباب لحدا، بس لما شفتها استغربت. قلت اكيد في شيء كثير مهم لحتى اجت هي تخبرني. خلص من بكره خلي رفقاتك يجوا يقعدوا عندك. شو الفايدة؟ ورح نرجع ندفنها بمدفن يليق فيها. تركها مطرح ما هي. يمكن ارتاحت من هالحياة اللي كلها كانت عذاب. كل هيدا صار وانا هون. انا اسف، جد انا اسف. اسف حبيبتي. المهم انك رجعت. Thank you.
عم شنبي راح لها البيت وما لقاهاش يا فندم. مش فاهم. طب تفتكري هي تكون راحت فين؟ مش عارفه يا فندم. انا رايي نستنى بالليل، يمكن ترجع بنفسها. طب فريدي ما رجعتش هنعمل ايه؟ هي بصراحه لو فضلت زعلانه انا استبعد انها ترجع في نفس الليله. طيب طب اقعدي اقعدي، انا عايزك بس اتكلم معاكي في حاجه. تفضلي تفضلي. قولي لي يا انجي، لو انت مكانها هتعملي ايه؟ كنت رحت الاوتيل كمرحله اولى. وكمرحله تانيه؟ اشيك على كل الرحلات اللي رايحه بيروت. بس يعني تفتكري هي ممكن تعمل كده؟ دي مسألة كرامة يا فندم. مسألة كرامة؟ تفتكري ان نوها جرحت نايف كرامتها؟ حضرتك عارف نوها اكتر مني يا فندم. قصدك ايه؟ زي ما حضرتك عارف كل الموظفين في الشركة يعني. يا بت عن اذنك يا فندم. استني بس استني حاجة يا فندم. انت ايه رايك في نوها؟ من ناحية ايه بالظبط؟ من ناحية المهنية. شاطرة وموهوبة. وسلوكياتها؟ أنانية طبعا. يا ساتر، أنت شايفة كده؟ الوقت من ذهب يا فندم، وبسببها خسرت الشركة يوم الشغل. تحب أفكرك بالبند التاسع وحجم الخسارة على كل يوم تأخير في المشروع الجديد؟ شكلك نسيت. أجيب العقد يا فندم؟ لا لا لا، أنا فاكر فاكر كويس فاكر. إنجي أنت عارفة طبعا حجم الثقة اللي أنا بديها لك. ده شرف لي يا فندم. وعارفه ان انت بالنسبه لي ضمير الشركه. ده حاجه اكتر من اللي انا استحقها. عشان كده بقى انا عايز اكلفك بمهمه صعبه جدا، مهمه البحث عن الانسه نهاية. وكل ما كانت المهله اقصر كل ما كانت الحوافز بالنسبه لك اكتر بكتير. لا حوافز ايه يا فندم، العفو، ده شغلي. هي الحقيقه هو عشان مصلحه الشركه، انت عارفه طبعا ان نهاية عليها عبء كبير جدا في الشركه، وانا مش عايز الشغل يقف. وبعدين انا شخصيا هكسب من ورا الموضوع ده فلوس كتير، يعني انا مش هيكون لي فضل عليكي في اي حاجه. طالما بقى علشان الشركه وحضرتك هتكسب، هتديني كام؟ زي ما تخيلتك، قمه الندالة. العفو يا فندم، ده شغلي، ده انا هجيبها لك من تحت تقطيع الارض، اعتبرها موجوده يا فندم. عن اذنك. اتفضلي. حتى مش عايزة تقتلني يا حبيبتي. انت يا حبيبتي شو هالمفاجأة؟ ليه ما قلتي لنا انك جاية؟ خفت ما تزبط. بتعرفي يا خالتي شو عملت لحتى اوصل لهون؟ يا دلي يا دلي على امك من المفاجأة. وين؟ هي بأوضتها. بس دخيلك يا خالتي، إذا بدك تفوتي لعندها ما تخليها تحس انك عم تبكي ولا بتروح فيها. ما تخافي مش حالية تحس. عيني بنخية؟ ايه اليوم عملنا ملوخيه، هلا كنت عم بجلي لما ندق الباب. لو قلتي لنا انك جايه كنا نطرنيكي على الغدا، بس ما تحتلي هان، هلا اني بسخر لك صحن تاكلي صبيعك وراه، لبينما تشوفي امك بكون انا حضرت الغدا.
نايا؟ كنت حاسه انك رح تعرفي. يا تقبريني يا تقبريني، وصلتي يا امي، وصلتي. غير ان شاء الله حرمك يا امي. انت منيحه يا امي. هلا صرت منيحه، لما شفتك وصرت حبك صرت منيحه. تعذبت كثير يا امي. هذا صار من الماضي يا ماما. انا هلا صرت وحده ثانيه. وجوزك؟ من جوزي؟ انفصلتوا؟ هربت منه. وإذا جرب يدور عليكي؟ مش رح يلاقيني. حتى لو كلفني هالشي حياتي. بعد الشر عنك يا أمي. يا أمي أنا ما كنت عايشة. أنا كنت ميتة ومشي على أجرين صدقيني. بعرف يا حبيبتي. بعرف والله بعرف. ما تخاف علي يا أمي. هلا أنا بأمين، ما تخاف علي. ايه انجي طمنيني، ايه الأخبار؟ ما فيش أي حجوزات في أي أوتيل، لا هنا ولا في أي فرع تاني. الله يطمنك، ده إيه الأخبار دي؟ وكمان اسمها مش موجودة على أي شركة طيران، ولا في أي وسيلة نقل تانية. هايل، يعني ده بيأكد إن نهاية موجودة في مصر. تمام. بس فين في مصر؟ نايا في اسكندريه يا فندم. يا بنتي ليه؟ وعرفتي ازاي؟ التكنولوجيا. رصدت الموقع عن طريق الموبايل. والله برافو عليك. بس دي معلومات سريه، انت عرفتيها ازاي يا جيمس بوند؟ لا 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 معلش يا فندم، دي مصادر الخاصه. على كل حال انا بشكرك بجد يا انجي، الف شكر. بس انت رحت اسكندريه تعملي ايه دي؟ بتكلمني يا فندم؟ ها؟ لا 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 لا، شكرا. اتفضلي. مش عايز تعرف هي فين في اسكندريه؟ لا يعني لما احتاج اعرف هتصل بيكي واسالك. شكرا انجي، مع السلامه. طيب مش هفكرك بالحوافز بقى يا فندم، وبعدين انا ما اتاخرتش كتير. ها، عن اذن سيادتك. اسكندريه بتدي مجنونه ولا ايه؟ لو سمحت. نعم، أستاذ كريم قال لي إنه هو مش عايز يقابل حد. بجد؟ طب بعد إذن حضرة سيادتك، يا ريت تخش أستاذ كريم وتقولي له إن هو عايز أتقابلك. لا، ما هو أنتِ بالذات اللي أستاذ كريم مش عايز يقابلها. صحتين صحتين يا أمي. روقي روقي، بعد فيه الخبز المحمص هلا قليته وطازه. هلا رؤية مع الخبزين. شوفي هلا شو طايبه، هلا رح تحبيها كثير. كيف؟ الف صحتين. الف بس خدي نفس. ايه شو بك ريك ديرك ديرك رح تشعشعي على ثيابك مثل التلميذ المأخر على مدرسته. معقوله؟ قولي لها قولي لها، ما حدا لحق على العصر. متجنن متجنن متجنن، ما في اكثر من هيك. صحتين الف صحتين. وهلا مزبوط ذكرتني بيوم المدرسه. رزق الله رزق الله. ايه هي بالمدرسة بس عطيتها وتعتيرها، كانت احلى ايام. لكن خبريها قولي لها جاية ايام احلى بعد باول شبابها. شو بها، ما الحياة قدامها. ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. قولك هيك؟ ايه والله رغم كل شيء ناطرني يكون احسن من حياتي معها. ما بيتسمى. بيجي كثير تسمع. يا ربي دخلك شو بلا وقعيك، شو بلا وقعيك داخلكم. ما فيي اسمع انا بسيرته، رح اعملكم شاي. يلا انت بتعملي ايه في اسكندريه يا مجنونه؟ في شي يا نايا؟ هيدي مسج من الشغل ماما. اي شغل؟ اتوظفت بشركه كبيره رح تقلب لنا حياتنا قلب، بس انطري علي شوي لحتى اخليك تعيشي بالنعيم. بكفيني تكوني جنبي وهيدا هو النعيم يا عمري. انت بدي اعوضك عن كل ايام الشقه والحرمان والتعتير، انطري علي. أنا ما بحب حدا يراقبني، بكره المراقبة. نعتذر عن المراقبة، بس ارجعي
الشركة مش قادرة تستغنى عنك. مش قبل ما تجاوبني على سؤالي يلي تهربت منه آخر مرة. عايزة تسمعي الرد فين؟ في القاهرة ولا في اسكندرية؟ اعتبر لي هيدا اليوم إجازة وبكرة رجع على الشغل. بعد ما شفعنا منك يا خالتي. بكرة حتشوفوني كتير، المهم هلأ تعرفوا انه انا وصلت لهون. يا ترى رح ارجع شوفك يا نايا. طمني يا ماما، ما بقى في قوة على وجه الارض تقدر تبعدني عنك. طيب اعطينا نمرة تليفونك لنقدر نتصل فيك بعدين، بس بهالمرحلة انا رح اتصل فيكن. طيب وعنوانك كمان ممنوع نعرفه؟ صدقيني يا خالتي هيك احسن، بس لحتى تهدى شوي الاوضاع. ما عدني هربانة منه، ما بستبعد ابدا انه يوصل لهون لحتى ينبش علي، واذا وصل لهون اوعى تقولي له انك شفتيني، واهم شيء اوعى يعرف انه امي عايشه عندك، لانه اكيد اكيد رح يستعملها لحتى يضغط علي. يا دلي انا، يا دلي عليك يا خالتي، شو كنت عايشه مع مجرم؟ يا ريت يا خالتي كنت عايشه مع انسان مريض. اي والله والله يسترجي يقرب لهون. لا لا نسي اسمه، لا افر بفرم. حبيبتي يا خالتي. ماما دعيلي تروحي وترجعي بالسلامة يا أمي. الله يحميليك يا حبيبتي. أنا صار لازم أمشي للحق الترين. لا يا حبيبتي تقبريني يا خالتي، طمنينا عنك. إيه باي. الله معك. مرتي بقراري انا. عاصم 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 حبيبي يلا فيق فيق حبيبي صحي النوم. طلعت ضو؟ قديش الساعة؟ 10 وشوي. ايش ايش الليل لسه ما طولوا. قديش صار لي نايم؟ والله ما عدت حسبتهم، كل شوي عم تفيق وترجع تنام، تفيق وترجع تنام. صار شيء بغيابي؟ قصدي انا ونايم؟ جارك كابتن جبران مرة يسأل عنك. اخر همي يسأل عني هذا جبران وجاري. قصدي يعني هدول تبع خفر السواحل، حدا اتصل من الشرطة من شيء مستشفى أو لا؟
ما في حدا اتصل. طبعا شو فرق معهم؟ ده اسمه اهمال واستهتار بحياة الناس. كل واحد فيهم بيروح على بيته بيقعد مع عيلته بيحط راسه وبينام ولا فرقه معه وضميره مرتاح. الا انا ما بقدر نام الا لاخذ حبوب. حبيبي سويت لك كم اكله طيبه بطير. لا تجيبيني سيره الاكل هلا بتقلب معك يا. شو يعني بدك تشرب على معده فاضيه؟ والا نيني هلا كانت هون. ايه فاضيه رميتها هلا بصب لك واحده جديده. عاصم حبيبي شو رايك لبين ما اسوي لك كاس تقوم تتحمم وتغير ثيابك وتروق هيك. شو قلت؟ حاجة تعامليني مثل ولد صغير. انا لسه ما جنيت، انا واعي وعقلي براسي. انت اللي حاطط حالك بهالزاوية. انا؟ ايه انت من وقت الحادث لهلا ما خطر لك تتطلع على حالك بالمراية؟ يا اخي صرت بمحل تاني ما بيلبق لك ابدا، وكل مالك عم تروح من حالك وتبعد ابعد وابعد وابعد. ليك اخي انت حر، بدك تساوي اللي بدك اياه ساوي، اللي انت شايفه منيح ساوي، بس ما تطلب مني ساوي نفسي مالي شايفه. ازيك؟ يا اهلا وسهلا يا ست البنات، الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم شلبي. ليه يا بنتي كده؟ ليه كده تقلقينا عليك القلق ده كله؟ ده مستر كريم كان حيزعل مني حته زعله. بعتذر يا عم شلبي، بس صار عندي هيك سفره على اسكندريه مفاجاه وما كان بدي اعذبك. تعذبيني ايه بس يا بنتي؟ دي شغلتي واكل عيشي. خلص انا هلا هون عم بطلب منك انك توصلني. ليش انا بقدر اروح خطوه واحده من دونك؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا بنتي ويخليكي ليا. يعني صافي يا لبن حليبي عشت على مربى. بس لازم اكلم مستر كريم عشان اطمنه انك وصلتي بالسلامه، ده قالب عليك الدنيا من الصبح. ايه يا شلبي وصلت؟ طيب هايل، وصلها على البيت دلوقتي وبكره الصبح الساعه 9 بالظبط تكون عندها، تاخدها وتوصلها لحد الشركه عشان بكره في اجتماع مهم. مع السلامة. I'm
الو مساء الخير دكتوره ندى، معك المحاميه ليلى ثابت. انا بعتذر عم تلفن اول شيء بهالوقت متاخر، بس حبيت احطك بصوره تما تتفاجئي بكره. رح يتصلوا فيك من الطب الجنائي وصدوك للتحليل.